أسعدك. بس يا دكتور انت، انا شفت المقاطع بتاعتك، حاجه لازم الناس تشوفك، ولازم الناس تعمل مشاركات للناس اللي ما عرفوش اللي في الاكل عشان يستفيدوا، لانك انت بتفيد ناس كتير. مش طب لا ممكن ننزل المقطع ده على اليوتيوب، لان في ناس هتستفيد من الحاجه دي. هحطه، حاضر اتفضل هحطه طبعا. اتفضل. تمام، بص بقى، خليك انا اوكي. كنت عايز اقول لك حاجه بالنسبه ان الواحد لو اكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب انا عن نفسي